السلام عليكم ورحمة الله. اتعلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده أحكام التجويد اللي في سورة الأعلى. النهاردة في الفيديو ده هقرأ معاكم السورة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.